اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله معانا اكسرسايز اون ستوري، وهيكون معانا قطعة فهم. الكلام ده على يونت 2 من كتاب العمالقة، وإن شاء الله في الحلقة برضو اللي هي زيها بتاعة الستوري وقطعة الفهم بتاعة يونت 1 اللي ما شفهاش يشوفها، وبيبقى في حلقة تانية اللي هي بتاعة الترجمة. دي كده تعتبر الحاجات الإضافية بجانب طبعا الفوكاب والجرامر. تمام. طيب الستوري ماهيش شرط ان هي تجيلك في الامتحان، ولكن احنا بناخد الفوكاب بتاعها. تعالى بس انا لازم انوه عليك في حاجه علشان ما تحسش معايا ان الدنيا صعبه، بس المربع ده اهو، يعني المربع الصغير ده اهو هنحفظه. تمام. والشمد معناها خجلان، يعني واحد خجول، عشان طبعا هنا يشعر بالخزه ممكن محدش يفهمها بسهوله. تمام. بعد كده ترجع لي تاني لو انت حافظه. تمام، تعال حل معايا على طول كده ولا كده. احنا بنتعلم مع بعض، يعني سواء يا شباب لو الفوكاب ده اصلا مش مكرر عليك، احنا بنتعلم مع بعض، بناخد كلمات جديده. ايه المشكله في كده؟ يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نمبر 1 بيقول لك فيوتشر ووردز، يعني الحروب المستقبليه، والنقط اوفر ووتر سبلايز، طبعا اللوازم بتاعه المياه. انا عايز اقول ان هي ايه، ان هي دان تفعل، ولا فاوت اللي هي معناها تقاتل يعني، ولا اوكر اللي هي بتحدث، ولا تيك بارت اللي هي تاخذ جزء. طبعا الجمله دي معناها غريب شويه، ولكن هي هتبقى اوكر اللي هي معناها ان الحروب المستقبليه هتحدث فوق طبعا اللوازم بتاعه المياه، يعني بتكون بالسفن والحاجات دي طبعا كلها. طيب بيقول لك ذا نيرس اللي هي الممرضه، نقط ذا ترمومتر اللي هو معناه الترمومتر طبعا الزئبقي، اند بوت ات اندر ماي ارم بيت او ارم بيت، معلش معناها اللي هو الابط، معناها اللي هو الابط عباره عن ارم بيت. طيب قال لك ان هنا هي هتعمل ايه في الترمومتر، وبعد كده تحطه تحت الابط. طبعا هي بترجه، رج معناها ايه؟ طبعا رج معناها شوك. تمام، ده اللي هو الماضي بتاعها. بيقول لك اي ام اكستريملي، يعني انا فعلا. بعد كده نقط تو اول ذا تيتشرز فور ذير هيلب، لمساعدتهم، للمعلمين اللي مساعدهم. طبعا انا جريتفول يعني انا ممتن او انا شاكر. بيقول لك وي طبعا الشين معناها ان هو خجلان. طيب بيقول لك وي هاد تو ايت اوت اول ذا تايم، احنا كنا محتاجين او كنا مضطرين ان احنا ناكل بره طول الوقت. بيقول لك ات اندد، يعني انه ات اندد اب معناها ان هو كلفنا، او في النهايه كلفنا كوستنج ايه بقى؟ طبعا كوستنج فورتين. طيب حد قال لي هو ليه لما احنا اكلنا او كنا مضطرين ان احنا ناكل بره كتير ده كلفنا فلوس كتيره؟ تمام، صح كده؟ صح. انا هقول لك بص، هي الفرق ما بين ماني وما بين فورتيون، ان فورتيون معناها حاجه كبيره او كلفنا ثروه، هي معناها ثروه صح، كلفنا بقى ثروه اللي هو مبالغ كبيره جدا، لكن ماني دي معناها فلوس، لكن دي معناها اقوى منها. فاهمين يعني ايه معناها اقوى؟ اللي هي ثروه كبيره. تمام. وطبعا هنا انا بدليلك ان هو احنا على طول كنا بناكل بره، فده هيكلفنا فلوس كتيره جدا. طيب بيقول لك هنا رقم 4 we had to eat. طيب رقم 5 بيقول لك the house was dark، يعني البيت كان مظلم، expect for one نقط. تمام، بيقول لك ما عدا بس burning in a window، طبعا هنا يعني كانت مشعله في الشباك، اكيد كانت كاندل. تمام، اللي هي شمعه. بيقول لك bright moon light، طبعا اللي هو الشكل او الاضاءه بتاعه طبعا القمر، شاينز ثرو سين، بعد كده نقط اوف كلاودز، طبعا هنا بتكون شكلها نحيف او شكلها رفيع، طبعا اللي هي عباره عن فيل. فيل طبعا معناها اللي هي شباب السحب، او معناها اللي هي حجاب، حجاب اللي هي بتحجب يعني من الكلاودز. يعني مثلا وانت بالليل كده بتشوف القمر وتحته كلاودز، فبيكون الكلاودز دي مالها عامله حجاب للاشعه بتاعه القمر، او البرايت مون لايت شاينز اللي هو الاشراق بتاع لون القمر الجميل دوت. بيقول لك هنا ذا نقط، طبعا هنا في ابوستروف اس، فازر تراديشنالي ووكس ويز هير تو ذا جروم، طبعا اللي هو العريس، تو جيف هير اواي، طبعا اكيد ابو العروسه بيروح لحد ايه، لحد العريس علشان يسلمه ايد بنته. تمام، طبعا ده عندنا حاجات تقليديه في العرس. بيقول لك رقم 8 شي اوتو، طبعا اوتو بتساوي كلمه شود اللي هو هي بينبغي يعني بي ثرولي نقط اوف هير سيلف. تمام. بيقول لك تيكينج تو هير ماذر لايك ذات. انا بص هنا اللي باينه من الجمله دي ان هي لازم ان هي تكون يعني تكون خجوله من نفسها ان هي اتكلمت مع امها بالطريقه دي. تمام، هي جمله بتدي المعنى ده، فانا عشان كده انا هاخد اشنت. لكن رود مش نافعه، بريتي برضو مش نافعه، جريتفول برضو لا. تمام، فاقرب حاجه هتنفع هنا هي اشنت. بيقول لك هنا رقم 9 بيقول لك ذا سوسي اللي هو طبعا الصوص، جنتلي انتل ات بيجانس تو بويل،
بقول لك هنا يا معلم قلبه كويس جنتل او بلطف، علشان ايه؟ علشان طبعا هو ينفع ان هو يتصب، يبقى على طول استير. بيقول لك هنا ذا تيمز اللي هو الفرق ار ان نوت هيرت. طيب انا عندي حتتين نقطتين للجزئيه دي، في عندك بروكن هيرت وفي عندك يا شباب جود هيرت. جود هيرت طبعا قلبهم كان كويس او كان مزاجهم حلو، لكن بروكن هيرت معناها ان هو كان قلبه محطم. تمام. طيب اند ريدي، ده هم بيقول لك ان هم مستعدين فور ذا سيزونز ماتشز. طبعا هم كانوا مستعدين، يبقى على طول جود. بيقول لك هنا رقم 11 نقط ماسلز اللي هي العضلات، كان فيل فيري ستور بالالم الشديد وين يو ستارت اكسرسايزنج. طبعا لما انت بتكون لسه رايح تمرين مثلا جيم في اول يوم، طبعا العضلات اللي بتكون ما هيش بتستخدم كتير بتكون ايه، حاسه بالوجع قوي اللي هي unused. مثلا لو انت رايح تمرين رجل مش هتحس قوي، لكن مثلا دراع بتكون مش بتستخدمها على طول فهتحس بالوجع الشديد. بيقول لك ذا تو جيرلز الفتاتين نقط وايل ووكينج، طبعا وايل جه وراها فير بلس ان جي علشان ما فيش وراها سبجكت، هوم فروم سكول، يبقى انا عايز اقول ان هم disappeared يعني اختلفوا اثناء طريقهم للبيت. طبعا دي اقرب اجابه جت بالحذف. بيقول لك it takes years يعني انه اخد سنوات، maybe a lifetime معناها ممكن ياخد المعيشه كلها او عمرك كله، to heal علشان انك ترجع نقط هيرت، طبعا a broken heart انك تؤلم معناها هي معناها يؤلم او اللي هو يرجع الايه القلب المحطم. بيقول لك unfair bosses طبعا هم رؤساء العمل المش عادلين، and not customers اللي هم الزبائن، make us unhappy بيخلوني مستعيد، on the job طبعا rude customers ما ينفعش اقول العطوفين ولا الكايند، طبعا هنا معناها الكريمين ولا الكايند ولا حتى المؤدبين. بيقول لك would you be not enough to close the door، انا عايز اقول لك would you be kind enough ممكن بس بعد اذنك او بعد اذن يعني ممكن بس من لطف حضرتك انك تقفل الباب. طبعا ده تعبير على بعضه. تمام. طبعا هنا جرامبي النكد عشان خجول هيل بمساعده مش هينفعوا معانا. بص هو اللي فوق ده كان الدنيا هاديه شويه بالنسبه للناس اللي حفظوا الكلمات، اللي جاي بقى يعني مش عايز اقول لك صعب، هو ممكن بس عشان انت لسه في الاول يعني يعتبر اولى وثانيه، انت ما اخدتش قطع فهم قبل كده، يعتبر انت ما اخدتش اصلا السنتين دول، فانا عايزك تحاول تقرا بالراحه. فاول ما تقرا انت مش هتعرف تجيب المغزى الضمني بتاع المقال كله او بتاع القطعه كلها. تمام. هنعمل ايه برضو على فكره في اللغه العربيه نفس الكلام، هتحاول يا شباب انك هتقراها تاني. تمام. في القراءه التانيه دي بقى نبدا نركب الجمل على بعضها، يعني مثلا انا في القراءه الاولى حاولت ان انا اطلع شويه كلمات بس ما عرفتش اعرف المغزى الضمني للكلام عن ايه، فبدات ان انا ايه بدات ان انا اقراها تاني واحاول ان انا اربط المعلومات ببعضها واعرف الكلام بيتكلم عن ايه، حتى لو هتقراها لثلاث مرات لو هي صعبه شويه. طبيعي 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 في كلمات صعبه، ما تحاولش انك تحبط نفسك، لا في كلمات صعبه على فكره مش مشكله عادي والله، اعرف الكلمات الصعبه حاول انك تحفظها، مش عايز تحفظها مع التكرار هتتحفظ. ماشي. ما تحاولش انك تحبط نفسك، الدنيا جميله الدنيا بسيطه، نقول بسم الله نبدا. بيقول لك هنا وات sort يعني ما النوع of food are we likely to be eating in the year 2030. طبعا هنا بيقول لك هنا ما النوع من الطعام اللي محتمل ان احنا ناكله في 2030. بيقول لك most people اغلب الناس when you ask them a question like that لما انت بتقول لهم سؤال زي دوت either say يعني البعض بيقول there won't be any left يعني مش هيكون في اي اكل اساسا. بيقول لك or with or whatever والتانيين بيقولوا it is there won't be much taste يعني مش هيكون في مذاق، مش هيكون في ليه طعم يعني الاكل في المستقبل مش هيبقى ليه طعم. بيقول لك of course بالتاكيد there are good reasons يعني في نتائج او في اسباب جيده for being pessimistic طبعا جاي من optimistic اللي هو التشاؤم about the world's food supplies ليه طبعا اللوازم بتاعه الطعام في المستقبل. تمام. تمام. يعني بيقول لك ان هيبقى في تشاؤم يعني من السبلايز بتاعه الطعام في المستقبل، واحنا متشائمين مش عارفين هيكون في اكل ولا الاكل مذاقه هيبقى وحش ولا ايه. خلينا نكمل. بيقول لك نيفرثليس طبعا بتساوي كلمه هاويفر اللي هي بالرغم من، نوت اول اكسبيرتس يعني مش كل الخبراء شير ذا جنرال ديسبوندنسي
يعني مش كل الخبراء بيشاركوا اليأس العام. بيقول لك for one thing، لحاجة واحدة. although the world's population in الارتفاع، بالرغم من الارتفاع السكاني، is rising fast، بيرتفع بمعدل عالي أو بمعدل سريع. food production، الإنتاج بتاع الطعام، is keeping pace with it، يعني في سلام معاه. يعني الكلام ده يعني طبعا بيقول لك ان الزياده السكانيه بترتفع وكمان الطعام بيس، يعني امن معاه، يعني معناها ان هما الاثنين بيرتفعوا مع بعض او بمعدل ثابت، مفيش اي مشكله في الموضوع دوت. طيب تعالى نشوف ايه المشكله. تمام، بيقول لك even in developing countries، طبعا developing countries معناها الدول المتقدمه، انما developed countries الدول الناميه. بيقول لك في الدول المتقدمه it is therefore argued، يعني هناك بيكون في جدل، that the main reason، ان السبب الرئيسي، why people are hungry، ان الناس بتكون جوعانه، isn't that there is a food، مش انه مفيش مش انه في تقصير في الطعام اللي هو food shortage، مش ان في نقص في الطعام. يعني بيقول لك ان المشكله بتاعت جوع الناس مش ان في نقص في الطعام، وما المشكله في ايه؟ بيقول لك but that methods، ولكن الطرق of cultivation اللي هي الزراعه، ممكن يقول argue culture اللي هي الزراعه برضو، بيقول لك ايه are not sufficient، معناها ان هي ما بتكونش كافيه او ذات كفاءه advanced، يعني مش بتكون ذات كفاءه متقدمه in some areas، يعني بيقول لك ان الطرق بتاعه الزراعه ما بتكونش متقدمه في بعض المناطق. دي طبعا المشكله بتاعه الطعام. تمام، in some areas and the food isn't fairly distributed، طبعا distributed معناها بيوزع، طبعا هنا unfairly distributed او not fairly distributed معناها انه مش بيوزع بشكل عادل، ودي طبعا المشكلة التانية نقدر نقول عليها كده number two عشان نرتب افكارنا. والفكرة الاولى ان طبعا مش بنستخدم طرق متقدمة، والفكرة التانية طبعا ان الطعام بيوزع بشكل مش عادل. تمام، حاول انك تنظم الافكار دي لان اكيد دي اللي بيجيب عليها الاسئلة. بدون ما نقرأ المقال انا عارف ان ممكن هو اكيد هيجيب على النقط دي. بيقول لك to all those that need it، بيوزع بشكل عادل لكل الناس اللي بتحتاجه. بيقول لك moreover in most industrialized countries، طبعا اللي هي الدول اللي بتكون معتمدة على الصناعة بشكل أساسي. بيقول لك one important cause، يعني سبب رئيسي of trouble، للمشكلة. طبعا احنا كنا بنتكلم عن الدول الزراعية، دلوقتي بنتكلم عن الدول الصناعية. بيقول لك هنا بقى المشكلة بتاعت الدول الصناعية في ايه. بيقول conservative، طبعا conservative معناها ان هو التحفظ، ال preference طبعا التحفظ التفضيلي for meat، يعني هما بشكل أساسي بيعتمدوا على اللحوم. بيقولك after all، بعد ده كله we are already، يعني احنا كنا بالفعل in a situation، كنا في موقف where we feed animals with grain to produce high quality beef. بيقول لك ان احنا هنا يا شباب بنغذي الحيوانات بالجرين، العشب، علشان ينتجوا طبعا هاي كواليتي بيف. علشان ايه؟ علشان ينتجوا، او ده مش معناه العشب، هو معناه ان هو نوع عالي من العشب اللي هو زي الخضروات وكده. تمام، علشان ينتجوا نوع عالي من ايه؟ من طبعا من اللحوم البقريه. بيقول لك even thought the grain would feed the human population، بيقول لك ان الجرين ده، حتى هو اكد لك، هو قال لك ان هو ممكن ان هو يغذي مين؟ ممكن يغذي كمان ال human population اللي هو التعداد السكاني او الزياده السكانيه. يعني بيقول لك احنا ليه بندي العشب دوت، او بندي ليه النباتات دي للحيوانات، واحنا ممكن ان احنا نديها للبني ادمين. بيقول لك هنا by the time اللي هي معناها طبعا before our grandchildren اللي هم الاطفال او احفادنا have grown up، قبل ما هم ينمو، it seems انه بيبدو likely that many of these problems، ان العديد من هذه المشاكل will have resolved، يعني سوف تحل. scientists العلماء are already capable معناها ان هم adrian of constructing، construct معناها طبعا هو ينشئ او انشاء، sticks معناها اللي هي قطع، او عارف لما انت تروح تقول له عايز لحمه ستيك، ستيك معناها قطع او شرائح. تمام، from vegetable طبعا هنا من الخضروات، ان هم يعملوا ستيكس من الخضروات، ingredients اللي هي طبعا معناها مكونات الخضروات. مش فاهم يعني هم هيعملوا دلوقتي قطع من المكونات بتاعت الخضروات like soya beans، زي مثلا الفول الصويا، يعني العلماء هيقدروا ان هم يعملوا الموضوع دوت. تمام، بيقول لك بالرغم من كده skeptical اللي هو معناه التشكك، we may اللي احنا بنعمله ربما be about their claim that they can produce the substance، ممكن ان هم ينتجوا المادة ديت
تيست التذوق بتاعها and the color of meat بيكون من ال بيكون نفس ال يعني التشكك بتاعهم ان هم هيعملوا المادة دي نفس المذاق ونفس اللون بتاع اللحمة by this means بهذا المعنى يعني بهذه الوسائل معلش تمام. هو التشكك بتاعهم هنا دلوقتي ان هم هل هم هيعملوا منفول الصويا ده فعلا بديل للحمة ولكن هيدي نفس اللون ونفس الطعم. بيقول لك ايه؟ بيقول لك the fact is that the most common complaints يعني الشكاوي الكتيرة about such steaks عن هذه الشرائح is that we will no doubt احنا مش متأكدين او احنا شاكين have discovered a way of including graphical bones skin and fat. يعني هو بيأكد لك دلوقتي بيقول لك احنا دلوقتي مش متأكدين هو فعلا هيتضمن طبعا اللحوم اللي عملوها بفول الصويا دي مش هتضمن طبعا العظام والجلد والدهون تمام. عارف انت اللحمة اللي هي بتبقى مصنعة دي تمام هما بيتكلموا عنها دلوقتي. او مثلا لما تيجي انت تاكل اللانشون عارف اللانشون اللانشون العادي ده عبارة عن فول الصويا تمام بيعملوا فول الصويا انما اللانشون اللي هو بتاع اللحوم ده عبارة عن لانشون فيه لحمة. فدي اقرب مثال يقدر يوضحها لك. نحل والاسئله بسيطه خالص. بيقول لك there won't be food يعني مش هيكون في food shortage نقص في الطعام in the future if the food is. طبعا احنا مش هيبقى عندنا نقص في الطعام لو الطعام ماله. طبعا جانا عندنا مشكلتين في الاول قلنا طبعا الميسيت اللي هي اترك والمشكله الثانيه طبعا اللي هو يا شباب التوزيع بتاع الطعام التوزيع العادل. طبعا لو احنا هنا ايه طبعا fairly distributed لو احنا وزعناه بشكل عادل. بيقول لك هنا the main idea of the passage is الفكره الرئيسيه للمقال هو ايه وركز لي قوي في السؤال ده الله يرضى عليك. بيقول لك the advantages يعني ال طبعا اللي هي المميزات of eating soybeans. طبعا احنا ما اتكلمناش عن المميزات بتاعت ال eating soybeans خالص. بيقول لك هنا the causes of food shortage يعني النتائج او الاسباب بتاعه النقص بتاع الطعام and its solutions والحلول بتاعه. طبعا احنا اتكلمنا فعلا عن الاسباب قلنا سببين وكمان قلنا الحلول بتاعتها ممكن تبقى ايه صح كده يبقى دي كده صح. بيقول لك the distribution of food التوزيعة بتاعة الطعام. طبعا دي كانت عبارة عن جزئين لان احنا اتكلمنا عن جزء اللي هو الطرق وجزء التاني اللي هو بتاع مين بتاع توزيع الطعام فدي ما تعتبرش الفكرة الكلية تعتبر فكرة فرعية. بيقول لك هنا population increasing يعني الزيادة السكانية all over the world طبعا دي برضو عبارة عن فكرة جزئية تمام يبقى عطول الإجابة دي. بيقول لك هنا شباب the problem المشكلة of food can be solved if we طبعا احنا قلنا طريقتين للحل تعال نشوف هنا. بيقول لك use the internet and mass media طبعا ملاش اي ستين علاقة. بيقول لك the advanced معلش use advanced methods يعني استخدام طرق متقدمة of cultivation طبعا نستخدم طرق متقدمة لزراعة cultivation قلنا معناها زراعة بتساوي كلمة agriculture طبعا هنا شباب دي صح. بيقول لك use more water ان احنا نستخدم مية اكتر from the sea طبعا دي غلط هنا طبعا ان احنا ننقي المية بتاعت الريفر برضو غلط. بيقول لك we feed animals احنا بنغذي الحيوانات on gram طبعا قلنا معناها ان هو عشب نوع نظيف يعني to produce عشان نزود ايه احنا قلنا طبعا عشان نزود الخام او عشان نزود الكواليتي بتاعت مين بتاعت البيف. لكن هنا لما انت تيجي تقول لي احنا هنزود الكوانتيتي اللي هي معناها الكميه بتاعت البيف غلط عشان الناس اكتر مختاروا دي. بص بص احنا هنا بص احنا اتكلمنا عن ايه قلت لك احنا هنزود يا شباب الكواليتي هنزود الكواليتي بتاعت البيف اهو احنا استخدمنا الجرين ليت تو بريديوس هاي كواليتي بيف. نكمل. بيقول لك هنا which sentence يعني العبارة of the following can be summarized ممكن ان هي تلخص يا شباب the last paragraph الباراجراف الاخير ده كله. طيب تعالى كده نرجع الباراجراف الاخير عشان انا عن نفسي نسيت كان بيتكلم عن ايه. وطبعا هنا بيقول لك قبل ما الاطفال او احفادنا يكبروا احنا هنكون خلصنا المشاكل دي وبعد كده اتكلمنا عن الفول الصويا وقلنا ان هو ممكن يكون بديل للحوم وبعد كده قلنا لا هيكون في مشاكل في الاخر ان هو مش هيكون في عظام ودهون وجلد. طب تعالى نشوف بقى هو عايز ايه. بيقول لي هنا فول الصويا بينز فول الصويا كان تشينج ذا تيست اوف ميت هو ممكن يغير الطعم بتاع اللحمه لا ده احنا قلنا هنستخدمه كبديل للحمه. صويا بينز ستيك اند فود انجريدينت طبعا هو بيكلم لك هنا عن الصويا فود والشرائح والمكونات لا دي عباره عن حاجات او كلمات ذكرها في الفقره لكن دي مش الموضوع اللي ممكن يلخص لي الفقره بتاعتي. بينز فات اند برضه ده مش هينفع يلخص الموضوع بتاعي. بيقول لك soybeans as a
replacement of meat بالظبط كده. احنا قلنا ان هي ممكن تحل محل اللحمة. According to the passage يعني وفقا لهذه المقال او هذا العبارة بيقول لك using vegetable استخدام الخضروات ingredients طبعا المكونات بتاعت الخضروات is one of the methods to overcome the shortage of protein. طبعا ليه؟ لان احنا قلنا ان احنا نستخدم المكونات بتاعت الخضروات الشرائح بتاعها علشان اللي هي طبعا السويا بينز عشان ايه نحل محل يا شباب البروتين او النقص بتاع البيف. بيقولك هنا according to the passage وفقا للمقال food production يعني على فكرة الحتة دي مهمة قوي، في ناس بتهملها. انا ممكن لو ما قاليش كده يبقى بيكلمني عن سؤال مثلا عصر ذهني ملوش اي علاقة بالمقال، تمام؟ الحتة دي مهمة يعني الأسئلة دي بيجيبها في تانية سنة الناس اللي جانب بتحل معانا، الناس اللي فاكرة ممكن ما يجيبلكش دي ويقولك إن السؤال ده مثلا ملوش علاقة بالمقال أصلا، ده حياة عامة مثلا أو عبارة عن تجربة شخصية يعني مثلا. طيب ما علينا. بيقولك هنا food production إنتاج بتاع الطعام is growing not the population. طبعا هنا الزيادة السكانية وإنتاج الطعام قلنا إن هم بينتجوا أو بيمشوا مع بعض بمعدل ثابت. ليه؟ لما كنا في الفقرة التانية وقلت لك إن هم كان الإنتاج بتاع الطعام في حالة أمان أو في حالة peace، فقلت لك إن الاثنين as fast as زي بعض بالظبط. بيقول لك according to the passage our diet may be not in the future. طبعا وفقا للمقال الدايت بتاعنا إيه اللي هيحصل له؟ هيبقى مختلف، هيبقى صعب ولا هيبقى شبه ولا هيبقى تقليدي؟ طبعا هيبقى ايه؟ هيبقى مختلف. هو الله اعلم هو هيكون ازاي، هو ما اتكلمش عنه، ولكن هو هيكون في مختلف في المستقبل، يعني مش هيكون صعب، تمام؟ مش هيكون صعب في المستقبل، هو هيكون مختلف، تمام؟ الدنيا كانت ممكن تقيله شويه، صعبه شويه في الاول، مره في مره هتمشي، عمرها ما هتيجي من اول مره. اي حاجه في الدنيا عمرها ما هتيجي من اول مره، تمام؟ اي ماده اثرت معاك في الاول مرة في مرة مرة في مرة، ما تحاولش انك تكتئب، حاول انك ترفه عن نفسك، الدنيا بسيطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.